معانا سيادة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية. أهلا بيك سيادة اللواء. أهلا بيك يا أستاذ عمرو. أهلا بيك يا أستاذ شردي. أهلا بيك يا عمرو. أنا عايز أقول لك أنا سعيد جدا بالكلام اللي أنت بتقوله. نمرة واحد، إن خلاص بقى موضوع اليوتيوب وكل واحد مصور لي حتتين ويقول لك إن دي الأحداث اللي حصلت. الناس بتولع في الدنيا يا عمرو. الناس ما بتفكرش الا في حتة التورتة اللي عايزة تاخدها قبل ما تستوي. استنوا لما الكيكة تبقى تورتة ويبقى لها معالم وتتقطع وكل واحد ياخد حتة. انما الناس اللي بتعمله دلوقتي يا عمرو، كل واحد عايز ياخد حتة عجينة. العجينة دي مسخ، لا ليها طعم وهتوجع له بطنه. فالناس اللي بتعمله ده يا عمرو انا مستغرب جدا جدا ايه اللي بيحصل. الناس دي عايز ايه انا مش عارف. انا سعيد بالكلام اللي انت بتقوله يا عمرو، وانا موافق عليه بنسبة 1000000%. الناس تفكر شوية، تبص وراها وتبص قدامها وتبص تحت رجليها. اللي وراها مش هتكلم فيه، انما اللي هما بيعملوه دلوقتي هما بيعملوه بايديهم، مفيش حد تاني بيعمله. الناس تفكر ايه اللي بيحصل في مصر. الناس تفكر ايه الهدف اللي بيحصل. الناس تفكر بكرة في ايه. الناس تفكر في الاقتصاد. الشرطة زي ما انت بتقول بتتعافى والناس بيبذلوا اقصى مجهود، واحنا بندعمهم من كل النواحي سواء معنويا او ماديا او. طب عايزين ايه تاني؟ عايزين الجيش. إيه؟ انا مش هقول الجيش خط احمر وخط اخضر وخط اصفر وبتاع، لكن الكلام اللي بدأ يتردد امبارح اللي انت قلته في البرنامج بتاعك ده، الناس دي مش فاهمة وخليهم مش فاهمين. عايزين يولعوا البلد، عايزين يقعدوا يخلوا الناس تتفرج علينا. التورته ما استوتش، استنوا لما تستوي والسكينه تمشي فيها وتتقطع يبقى طرنشات. انما دلوقتي لسه عجينه، هتاخدها هتاكلها لا ليها طعم وهتوجع لك بطنك وتعمل لك اسهال، والاسهال ده هيسيب البلد كلها. سياده اللواء رايكم ايه لما بيجي لكم مطالبات زي اللي سمعناها، الائتلاف اللي كان قدام ماسبيرو امبارح وقالوا ان الجيش احنا بنشكره شكرا جزيلا فليذهب الى الحدود، واحنا عندنا واستخدموا تعبير انه في جهات سياديه اخرى جوه مصر تستطيع ان تحفظ الامن. انا مش فاهم ايه الجهات السياديه اللي هتحفظ الامن، وايه الكلام اللي بيقولوه ده. في اعلان دستوري وفي تعديلات دستوريه وفي استفتاء والشعب. احنا هنرجع نعيد من اول وجديد؟ هم عايزين يبداوا الموضوع من اول وجديد؟ عايزين نرجع تاني اليوم 28 يناير لما الجيش نزل؟ عايزين نرجع تاني اليوم 11 فبراير؟ عايزين نرجع ل 2 فبراير وموقعة الجمل؟ الناس دي عايزه ايه يا عمرو؟ الناس دي يا عمرو ما بتفكرش الا في حته اللي عايزه تاخدها. البلد انا مش هتكلم على البلد يعني انا انما اللي بيعملوه ده في منتهى الخطوره. ده ناس ما انا مش عارف هم عايزين ايه. انا مش عارف الناس دي عايزه ايه يا عمرو. بعدين الجيش يعني بعد كل اللي حصل ده جايين دلوقتي يقولوا الجيش؟ احنا من اول ما تولينا شؤون البلاد قلنا احنا فتره انتقاليه، وبفكر الناس احنا مش عايزينكم تقعدوا اكتر من 6 شهور. قلنا طيب 6 شهور، طب خلوا الفتره تطول شويه عشان نقدر ندي فرصه للاحزاب انها تتشكل. طب خليناها 9 شهور. لا امشوا دلوقتي بقى. هو احنا الجيش ده ومين دول؟ ومين؟ انا شفت بالحلقه بتاعتك امبارح الناس هتضرب بعضها كمان في التلفزيون. وبعدين الهتافات امبارح والنهارده قدام ماسبيرو، هم بيعملوا ايه قدام ماسبيرو؟ انا مش فاهم هم عايزين ايه. قبل كده قال لك والقطيع والكنيسه، ونشوف اول بس شكاره تروح عند الكنيسه واحنا هنمشي. الكنيسه اتبنت وتعملت. لا انتوا اصل لجنه تقصي الحقائق ما قالتش مين اللي ولع الكنيسه ومين اللي حرق، ولازم وهي كل حاجه هنجيب 2 مشايخ ونمسك مصحف وصليب الناس دي بتتكلم. انا مش فاهم هم عايزين ايه. عايزين يولعوها؟ عايزين يولعوا البلد؟ الاقتصاد وانت عارف، الامن وبنزق فيه. ده حتى مندوب الجامعه لمصر مرشحاه يقول لك لا ده مش ما ينفعش. هم مين دول اللي بيقولوا ما ينفعش وينفع؟ انا مش عارف يا عمرو. انا لا اسفه ولا اقلل من شان حد ولا اقلل من قيمه حد، بس قبل ما تقولوا فكروا انتوا بتقولوا ايه وبتعملوا ايه في مصر جوه وبره. انا بشكرك يا عمرو تاني ان انت في البدايه قلت
انا مش هعرض حاجة عن الاحداث بتاعت امبابة، ومش هعرض الفيديوهات اللي عندي، واكيد النيابة بتدير شؤونها في هذا الموضوع، والمفروض كل الناس تتكلم من هذا المنطلق. انما الاقي المحطات امبارح الفضائية كل واحد جايب لي واحد يسخن التاني وفتنة، والتاني يقول له لا ده هي مش عارف ايه، والسلفيين والبلطجية، والامور دخلت في بعضها لمصلحة مين يا مصري؟ سيادة اللواء معلش نقطة الناس كلها بترددها معلش، ولازم حضرتك ترد عليها. اتفضل. الناس كلها بتقول هو ليه الجيش ناعم كده؟ هو اكيد حضرتك سمعت التعبير ده، هو ليه الجيش ما بيتدخلش؟ ليه الجيش ليه ما يروحش يفتح مش عارف ايه، يخش مش عارف ايه؟ اكيد سمعت هذه الطلبات الكثيرة، التحريض للجيش انه يستخدم القوة بشكل اكتر. لما اللواء ممدوح شاهين في احد البرامج التلفزيونية حد اتكلم في كده، قال لهم يا جماعة بصوا في اتجاه الغرب، شوفوا ليبيا بيحصل فيها ايه، بصوا في اتجاه الجنوب الشرقي وشوفوا اليمن بيحصل فيها ايه، قالوا له انتم ما بتمنوش علينا ان انتم ما بتضربوش وان انتم ما بتعملوش وده ودخل الموضوع في قصة تانية، وتاني يوم كل الصحف بدأت تهاجم ومش عارف مين، واللي هو ممدوح شاهين ازاي يقول الكلام ده وانتم، وبعدين دلوقتي يقول لك انتوا ما بتضربوش ليه؟ لا سيادة اللواء، سيادة اللواء اعتقد ان مطالبات الناس عايزة تشعر بالامن والامان. احنا مش بنطالبكم باستخدام القوة ضد من ضد شخص بيستخدم حقه في التعبير عن رأيه او مظاهرات عادية، انما بالتأكيد احنا عايزين نشوف استخدام قوة ضد البلطجية، ضد حملة السلاح، عايزين نشوف استخدام قوة ضد مجموعات خارجة تدمر مباني بشكل اقوى، علشان هؤلاء لا يرتعدون، لا يعني لا لا يعني مفيش رادع ليهم. محتاجين رادع، وده مش هيحصل الا اذا شافوا العين الحمراء. يا استاذ مصطفى، البعض يحاول يزج بالجيش في بعض المناطق اللي ممكن تعمل مشاكل مستقبليه للبلد، الكل يحاول يدفع في اتجاه واحد، الكل يحاول يخلق مشاكل، الكل قالوا انتوا فين؟ احنا موجودين، احنا موجودين. يعني النهارده لما يجي مجموعه قدام ماسبيرو في التلفزيون وقاطعين الشارع ومش عايزين الناس تمشي، طب هنمشيهم ازاي؟ هم دول يبقى اصحاب راي بقى ولا دول بلطجيه؟ دول اصحاب راي بيطالبوا ان مش عارف مجلس ايه وبتاع ايه والكلام، انا سمعته اخر كان اخر حاجه في الحلقه بتاعتك امبارح. ايوه فندم، مجلس سياسي مدني. ايوه وسياسي مدني و14 واحد و20 واحد و27 واحد، وكل واحد بيفتي وكل واحد بيقول من وجهه نظره طبعا، وقد تكون صح من وجهه نظر، لكن وجهه نظر مصلحه البلد فين؟ طب لما النهارده المجموعه اللي قدام التلفزيون دول واقفين قاطعين الطريق يمين وشمال التلفزيون، واللي يعدي يفتشوه، وموظفين اللي موجودين في التلفزيون والمذيعين و و و مش عارفين يوصلوا التلفزيون، يقول لك احنا نفتشكم، بصفتكم ايه بتفتشوه؟ النهارده واحد طالع من التلفزيون ملتحي، موظف ولا عامل في التلفزيون، يا دوبك طالع من الباب ارهابي ارهابي، وراحوا ايه الكلام ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الهتافات؟ انت سمعت الهتافات اللي بيقولوها استاذ عمرو؟ ايوه فندم. ينفع الكلام ده لمصلحة مين؟ انا بسأل سؤال واحط وراه علامات استفهام وخمسين خط تحت الكلمة، لمصلحة من؟ طب الجيش ناوي يعمل ايه يا فندم؟ يعني ايه الاجراءات اللي هيعملها الجيش في الايام القادمة؟ الجيش هيمارس مهامه كما صدرت في الاعلان الدستوري، في حكومة، في وزارة الداخلية احنا بندعمها، والنهاردة يمكن كان في حاجة كده، وفي وزارة عدل، وفي نائب عام، وكل واحد يمارس مهامه. النهارده كان في اشاعات عن بعض التحرشات مع القوات المسلحة، يعني في ماسبيرو، في امبابة، هل الاخبار دي صحيحة؟ لانه ما عنديش تأكيد على او نفي. الموضوع ده بقاله اكتر من شهر ونص، شهرين. شهر ونص؟ ايوه. البعض يتحرش بالجيش متعمدا، ويروح يقف يقول له انت مش هتقدر تعمل لي حاجة. يقف قدامه، انت مش معاك، انت تقدر تضربني؟ شوف وصلنا لمرحلة ايه؟ والبعض سيدات، والبعض مشهورات ومعروفات ومعلومات. انت هتعمل لي ايه يعني؟ هتضربني؟ طب موتني. شوف المستوى وصل لغاية فين يا عم. شوف التحرش والاستفزاز وصل لمرحلة ايه؟ امبارح واول امبارح موجود ثلاثة لواءات من القوات المسلحة في الموقع.
احذفه بالطوب يا عم. هو اللواء ده مش معاه قوات ومعاه سلاح ويقدر يستخدم. ممكن واحد فرد من الافراد اللي معاه الناس الناس اللي يزعل على اللواء يعني بتاعه. يعني انت متخيل الناس اللي بتحدف بالطوب دي، انت متخيل يا عم يعني ما تطبقش عليها القانون ليه؟ متخيل ايه يا فندم؟ متخيل لما انا اكون موجود في منطقه والقوات بتاعتي حواليا ويلاقي واحد بيحدفني بطوبه، القوات هتعمل ايه يا عمرو؟ لا 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 ما في يعني اي واحد من الافراد ممكن ايده تفلت ولا حاجه بيدافع عن القائد بتاعه. ده التدريب بتاعه يعني. احنا ماسكين نفسنا واحنا ضابطين نفسنا والجيش منضبط وهيستمر منضبط. ممكن حضرتك تعلي صوتك بس مش سامعينك. الجيش منضبط وسيستمر منضبط والجيش حمى الثوره اذا كان يعني الكلمه دي صحيحه او والجيش حمى الشعب. وما نقولش ثوره الشباب بقى، دي ثوره شعب، دي اراده شعب واحنا حاميناها من يوم 28 يناير من يوم ما نزلنا لغايه يوم 11 فبراير. الجيش يحمي الشعب والجيش يحافظ على الشعب. الحرايق كانت بتبقى جنب القوات المسلحه واحنا بنروح نطفيها والناس تمنعنا ان احنا نطفيها. عايزين يولعوا البلد يا عمرو. مين فين؟ خلي بقى الساده المفكرين، خلي الائتلافات الكتيره اللي بقت 20 ائتلاف دلوقتي ولا مش، خلي ال 24 حزب، خلي السبع ثمان احزاب الجديده اللي بتتشكل يشوفوا الاجندات بتاعتهم ايه. وقبل ما يعملوا احزاب هو يعمل حزب عشان ايه؟ عشان يترشح في انتخابات ويبقى ليه مكان في البرلمان. طب البرلمان ده بتاع مين اذا كانوا هم بيولعوها؟ اذا كانوا بيحرقوها يا عمرو هيعملوا يعني انا هعمل رئيس على مين؟ أيوة. على خراب؟ على دمار؟ بيدمروها. بيدمروها ليه؟ انا مش عارف. مين وراهم؟ انا مش عارف. يعني انا هستغل فتره الصراحه وده حضرتك صريح معانا وبشكرك. حضرتك دايما بتبقى ليك مشاركات معانا في البرنامج او الوحيد اللي بتبقى ليك مشاركات معانا من القوات المسلحه. سؤال بيتردد في الشارع اتفضل. وهو ملخصه كلمه السلفيين. ايه الموقف؟ ظهور كبير، وجود، تواجد. وخلينا اكون صريح معاك اكتر، انه اتقال انه الجيش بيحب السلفيين، في ناس في الجيش بتحب السلفيين، ده اللي اتقاله حضرتك اكيد سمعته يعني. يا عمرو علاقتنا بالمجتمع المدني لم تكن موجودة من قبل. مع بداية احداث سول، قرية سول والكنيسة اللي موجودة هناك في اطيح، انا بدأت احل الازمة. وسبقني قبلها السيد محافظ حلوان اللي هو اتحل ده، ورحنا نشوف ايه الموضوع. لقينا الموضوع مجموعة من الشباب الديني اللي يرتدي جلباب قصير ودقنه طويلة. مين دولي؟ قالوا دول السلفيين. يعني ايه سلفيين؟ بدأت تتعرف عليهم هناك. ايوه بدأنا نعرف مين دولي. طب مين اللي بيحرك الناس دي؟ قالوا ده في مجموعة من المشايخ وبتاع. طب مين اللي المشايخ دول؟ قالوا ده حوالي 20 اتجاه او 25 اتجاه. طب 25 اتجاه. الناس دولي تبع مين من الاتجاهات دي؟ تبع الشيخ محمد حسان. هات الشيخ محمد حسان. كلمنا الشيخ محمد حسان والراجل راح واتكلم مع الناس واتحلت المشكله. ولما المشكله اتحلت طب هو مش عايزينها تتحل. قال لك اصل الجيش بيميل للسلفيين والاخوان المسلمين، وبداوا يقولوا كلام على المجلس الاعلى ان دول اخوان مسلمين. اخوان مسلمين ايه؟ واخوان مسيحيين ايه؟ واخوان سلفيين ايه؟ احنا لا لنا في الموضوع ولا لنا في القصة دي. اصل هم امبارح انا سمعت الكلام ده في البرنامج عند حضرتك. ايوه. اصل هم كل حاجة بقى هيجيبوا جوز مشايخ ويقعدوا يعملوا طب نروح نضرب بقى في الناس. 3000 شاب واقفين محاوطين الكنيسة اللي في شارع عرض 4 متر ومش عايزين يتحركوا من هناك. هنضربهم بقنابل طيران ولا هنجيب لهم ايه يعني؟ انا مش عارف. طب لو في طريقة بدون خسائر ونحل بيها. بقينا احنا سلفيين وبقينا احنا اخوان مسلمين وبقى المجلس مش ممكن. مش ممكن التهم اللي عماله تلقى بسبب وبدون سبب لمصلحة مين؟ السؤال تاني علامة استفهام وتحته 5 خطوط. لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ كله عايز ياخد حتة. استنوا لما التورتة تستوي ويبقى لها معالم وتتقطع وكله ياخد الحته بتاعته. اكيد. سياده اللواء، هل في اي اخبار جديده بالنسبه للتحيات اللي بتعملها النيابه العسكريه؟ التحيات احنا وصلنا لبعض الافراد اللي هم انا برضو هيقول لك اصل كلنا سلفيين. انا بقول اهو كل الشعب المصري سلفي، كل المسلمين المصريين سلفيين. في مجموعه من البلطجيه تم الوصول ليهم
وهم اللي بدأوا في حرق الكنيسة بتاعت كنيسة العذراء. انما الكنيسة ماري مينا الكلام اللي اتقال في الاول ان في شاب ومراته مسيحية اسلمت وكانت ساكنة في اسيوط وراحت قعدت في بنها وفي بنها راحوا اهلها خطفوها وودوها مش عارف خبوها فين وقالوا دي مخبينها في بيت جنب الكنيسة في عمارة دور 7 ادوار في الدور الخامس وراحوا الراجل جوزها راح على الجامع وقال لهم الحقوني دي مراتي خطفوها والموضوع دي حقيقة. ويمكن اللجنة تقصي الحقائق النهاردة السيد فضيلة الامام الاكبر عامل حاجة اسمها بيت العيلة فيها مجموعة من المسلمين ومن رجال الازهر ورجال الكنيسة وبيديروا الامور. يقول لك لا اصل احنا كل بقى حاجة هنجيب شيخ وقسيس ويقعدوا يعملوا البلد. ايه الكلام؟ طب ولعها. طب روح بقى ال 2000 3000 واحد اللي حوالين كنيسة ماري مينا نروح ضاربين مسيل لدموع وخرطوش ونضرب في الناس ونقتلهم ونعمل كوم جثث وتعالوا شيلوا وافرحوا وسقفوا وبعد 3 شهور يقول لك الجيش قتل الناس. وتبقى موقعة جمل اخرى. مواقع بقى لا مش موقعة، ده احنا النهاردة في إبابة وبكرة قدام التلفزيون بعد بكرة عند السفارة الاسرائيلية بعد بعده عند السفارة الامريكية نروح في الجيزة وفي قنا وعلى السكة الحديد وانتوا سايبينهم ليه على السكة الحديد تضربوهم. ولو كلمت واحد انا مرة واحد من ما انا مش هقول اسماء يعني قال لي اصل الضابط كان بيبص لي بصة فيها حاجة كده عدوانية بيبص له مش كويس كويس بيبص له اقسم بالله يا عمرو وانا اقسم بالله وانا قسم انا بقسمه قال لي اصل انت ما شفتوش كان بيبص لي ازاي. يعني ايه كان بيبص لك ازاي؟ يعني ايه مش فاهم. الناس يا عمرو تفكر تبص وراها ايه اللي كان موجود وتبص دلوقتي وتستنى لما حته العجينه دي تبقى كيكه تبقى تورته السكينه تعرف تمشي فيها ياخد الحته بتاعته ويحطها في طبق ويجيب الشوكه بتاعته وياكلها حته حته. اخدتها عجينه هتوجع له بطنه وهتعمل له اسهال والبلد كلها مش ناقصه اسهال مش ناقصه. يعني انا احترم الجميع، احترم اراء الجميع، احترم فكر الجميع واحترم الشباب واحترم الكبير واحترم الصغير واحترم المسلم واحترم المسيحي واحترم القضاء لكن دي مصر. قبل كل ده مصر احنا عندنا شعار في الجيش نقول مصر دائما واولا. سياده اللواء دائما واولا سياده اللواء حسن الرويني قائد المنطقه المركزيه العسكريه. انا بشكرك يا عمرو على بدايه برنامج بتاعك وبشكر الاستاذ مصطفى شردي بالرغم ان هو من 3 ايام قال لك فين الجيش ده كسروا مجلس الوزراء طبعا بس كده. شوف انا لازم التعامل انا من رايي ان يجب التعامل. يعني هو ما يبقاش فيه ايدي ناعمة مفرطة ولا يبقى فيه ايدي حديدية مفرطة، لازم يكون فيه وسطية. وانا من انصار طلب الشعب المصري ان اللي يبلطج ويخرج عن القانون يجب التعامل معه. يا استاذ مصطفى لو استمرينا في هذا الوضع يبقى مش هيبقى عندنا شرطة في البلد، مش هيبقى فيه امن داخلي. لازم الشرطة تاخد دورها، لازم نشجع الشرطة، لازم ندعم الشرطة، لازم نقول للشرطة يا سيادة اللواء انا معاك. ما احنا بنشجع الشرطة انا مستعد. احنا مش عايزين نبقى موجودين في الشارع اكتر من كده يا فندم يا ريت، انما الشرطة بتنزل في اماكن حضرتك عارف بيتم الاعتداء عليها وتمشي. انا على اتصال مستمر بالسادة مديرين الامن وامبارح كانوا موجودين عندي بتوع القاهرة الكبرى الاربع محافظات والقليوبية وقعدنا نتكلم وايه مشاكلكم وايه مطالبكم وتعملوا ايه وندير ازاي العمل وايه التعاون اللي مطلوب من الجيش، لكن انتوا لازم تبقوا في الصف الاولاني واحنا خلفكم عشان نستعيد الوضع الامني في الشارع المصري. حضرتك متفائل يا فندم؟ انا متفائل لو الناس بدات تخاف على مصر. لو الناس بدات تخاف على بلدها انا متفائل، لكن لو الناس قاعده تفكر في نفسها بس وعمالين نعمل لي ائتلافات واحزاب، ائتلافات واحزاب عشان يحكموا ايه؟ يحكموا خرابه؟ يحكموا بلد مولعه؟ يحكموا بلد فيها فتنه؟ حاجات جديده بنسمعها وتثار وكل واحد بيجري يولع. كل واحد بيجري يولع يا عمرو. انت ما تعرفتش في امبابه امبارح كان ايه اللي بيحصل اول امبارح؟ يروح واحد جاري على شويه ناس يقول لهم الحقوا ده الجامع ولع،
يروح يجروا بيأجروا، كل واحد بيأجر، كل واحد بيأجر وبيقوم من عنده، والسلاح في الشارع، ولسه في 9000 مسجون في الشارع و4000 قطعة سلاح. احنا عمرو انا بقول للناس كلها خلي بالكوا على بلدكوا. انا في ايام الاحداث قبل يوم 11 فبراير لما كنت بنزل ميدان التحرير كنت برفع شعار وبروح اكلم الناس حافظوا على ما تبقى من مصر، كنت بقول لهم دايما كده حافظوا على ما تبقى من مصر. انا دلوقتي بقول لهم حافظوا على مصر كلها، حافظوا على مصر يا رب. شكرا سيادة اللواء حسن، شكرا.